ما فهمناش من اول ان اللي عنده حلم المفروض يموته من بدري؟ ليه ما فهمناش ان احلامنا محجوزه لناس تانية؟ من وهو في اللف شايل حمل 100 نفر على كتافه. خلاص مصر فجر، ما بقالوش كبير. اوعى تستغل اني بحبك واني ما اقدرش استغنى عنك في انك في يوم تظلمني. ابنك مش هيرتاح، مش هيرتاح الا لما يموت ويهرن عليك. مش كل واحد عينه بتيجي في عين التاني بتبقى بجاحة، ساعات بتبقى ندم. تحبني؟ طول عمرك مخلص يا ناصر، أسطورة. خلص الكلام، لاي برا. عرفني مين اكبر راس في البلد ممكن يخدمني وانا اروح. انا البلد يرتاح، انا البلد يرتاح. استعنا عشاء بالله وحياة امك ما بقى عصام النمل لو ما حرقت قلبها عليك. معاش ولا كان اللي يحط جزمته في وشنا. انت فتحت عينا طيب جهنم اصلا. قصدي انكم طبخينها سوا. قلبه ايه ويو؟ نظرة عينيه بقت بتخوفني. نصر ده مخه ذري. بلاش تهددني تاني، عشان الحاجات دي بتجيب معايا نتيجة عكسية. خايف عليا يا نصر؟ بلاش غيرك في الدنيا. الأسطورة على MBC مصر، 25 سنة رمضان يجمعنا.